بعد 70 يوم من طرح البنك الأهلي وبنك مصر لشهادة ادخار بعائد 18%، قدر خلالها البنكين أنهم يجمعوا حصيلة ما يقارب حوالي 755 مليار جنيه حصيلة هذه الشهادات. صدر قرار امبارح من البنكين بوقف شهادة 18% بعد تحقيق غرضها الائتماني، وقرر البنكين طرح شهادة جديدة طويلة الأمد على مدار 3 سنوات بعائد 14% بدل من شهادة ال 18%. هنتكلم عن فايدة ال 14% وال 18%، هيكون لينا كلام مع ضيفنا الدكتور أحمد معطي الخبير الاقتصادي عبر تطبيق سكايب لتوضيح هذه الأمور. صباح الخير عليك يا دكتور، وبداية حضرتك لو توضح لنا تفاصيل شهادة الثلاث سنين اللي فايدتها 14%، وإيه اللي بيميز الشهادة الجديدة دي عن الشهادة اللي كانت قبل كده اللي كانت فايدتها 18%؟ صباح الخير استاذ هدير، صباح الخير استاذ محمد، وعلى وصباح الخير جميع المشاهدين. طبعا زي ما حضرتك تفضلتي، البنك الاهلي وبنك مصر بالفعل اعلنوا عن وقف شهادات ال 18%، ولكن اصبح هناك بديل اخر وهو شهاده ال 14%. الميزه في ال 14% للمواطن ان هي هتكون لاجل 3 سنوات، وده بعكس ال 18% اللي كانت لاجل سنه واحده بس. كمان الميزه كمان هي موجوده اكيد في ال 18%، ولكن هي ميزه مهمه قوي، وهي فكره ان العائد بيصرف شهريا كانه يعني شبه كده مرتب في كل شهر، وبالتالي الشهاده المتاحه الان هي ايضا شهاده مهمه جدا للمصريين، وشهاده بتحافظ على مدخرات القطاع العائلي، وهي ايضا يعني استمرار لقوة ومرونة و يعني مرونة القطاع المصرفي في مصر. وخليني أكد حاجة كمان، إن موضوع إن ال 755 مليار جنيه اللي تم جمعهم ده بيأكد أيضا على ثقة المصريين في القطاع المصرفي، ودي حقيقة إحنا شايفينها حتى لما بنيجي نقارنها بالاقتصاد العالمي. القطاع المصرفي في مصر هو من أقوى القطاعات المصرفية في العالم بالكامل. إحنا شفنا في صدمة 2008 هناك بنوك عالمية أفلست، ولكن في مصر إحنا ما بنشوفش ده، ودايما بتقدر الجهاز المصرفي إنه يلبي بيه يعني احتياجاته، وأيضا يلبي بيه هدفه المجتمعي في حماية مدخرات المصريين، وأيضا هدفه المجتمعي في حماية التضخم والتصرف في هذا الموضوع الهام. وهذا هو كان هدف اصلا ال 18% خلال الفتره اللي فاتت، ان كان اهداف هذه الشهادات ان احنا نقدر نخلي يحصل توازن في الاسواق عن طريق ضبط الاسواق عن طريق رفع الفايده، فبنبدا ان احنا نسحب بعض السيوله، لان المشكله ان وقت اللي بيبقى فيها اضطرابات اقتصاديه وسياسيه عالميه بيبدا ان يحصل التضخم المستورد اللي احنا شايفينه دلوقتي عندنا، بيحصل سلوك عند المستهلك غريب عكس المتوقع. يعني دايما في الاقتصاد اللي بيحصل المفروض ان لما الطلب يزيد الاسعار تزيد، ولكن اللي بيحصل ان الفتره دي في الاضطرابات السياسيه بيحصل زي حاله عكسيه لسلوك المستهلك، وبيبدا ان هو يروح للمنتجات برغم ان اسعارها اصلا بترتفع، يعني الزياده في الاسعار، وبرغم من ذلك بيبدا المواطن في العالم بالكامل، على فكره ده ليس في مصر فقط ولكن في العالم بالكامل، بدا السلوك ده يظهر من عديد من السنوات، وان الاسعار لما بتزيد الطلب بيزيد تاني اكتر، وبالتالي بيكون مهم جدا في هذه الفتره ان احنا نبدا عن طريق اداه السياسه النقديه نرفع الفايده، فنعمل ضبط في الاسواق مره تانيه. وبالفعل انا شايف يعني الاسعار بدا يبقى فيها اتزان في السوق، بالاضافه طبعا ان انا باكد ان وده كلنا شايفينه الصراحه، وهو نقطه المعروض من السلع موجود في كل انواع السلع، ودي ميزه دايما الدوله بتهتم بيها خلال السنوات اللي فاتت. فبالتالي هذه الشهادات احنا سامعين حضرتك، اتفضل. اوكي، فبالتالي هذه طبعا الشهادات هي هدفها بالفعل
ضبط الاسواق في من حيث التضخم، بالاضافه كمان لضبط سعر الصرف الجنيه امام الدولار ومنع الدولاره، ودي كانت نقطه مهمه جدا في استمرار شهاده ال 14%، ودي كمان كانت نقطه مهمه جدا لان الكثير كان بينتظر فكره ان هيحصل شهادات يتم اكثر من 18%، كان في البعض صحيح بيتحدث عن 20 واكثر، ولكن الحقيقه سمعنا لا الكلام ده فعلا. طيب سؤال مهم برضو الناس بتساله يا دكتور، ليه ما كملناش على شهاده 18%؟ كان في تصريح لمحمد الاتريبي رئيس بنك مصر بيقول ان هي حققت المرجو منها. طيب هل ال 14% وارد انه يتم ايقافها بعد برضو ما تحقق المرجو منها؟ بالظبط بالظبط، ودي الميزه اللي انا كنت بتكلم عليها، ان في مرونه عندنا في الجهاز المصرفي، هو بيتحرك وفقا للبيانات المطروحه وليس وفقا يعني للاهواء كما يتحدث البعض، ولكن وفقا للبيانات المطروحه. البيانات المطروحه اللي قدامنا ان احنا تم جمع بالفعل 755 مليار جنيه او ما يقرب من هذا الرقم، وبالتالي كان هذا هو المستهدف من البنكين. ايضا عندما يصل البنكين لمستهدفاتهم في ال 14% هنجد وقف لهذه الشهادات ال 14%، وبيبدا البنك المركزي وايضا البنوك المحليه تبدا تشوف الوضع في الاسواق وماذا تحتاجه وفقا للبيانات المطروحه. النقطه دي مهمه جدا لان في ناس كتيره بتربطها بموضوع الولايات المتحده الامريكيه وان هي بترفع الفايده، وبالتالي احنا كمان لازم نرفع الفايده. الامر ليس ذلك، يعني لا يؤخذ بذلك تماما، بالعكس احنا بنتحرك وفقا لبياناتنا المطروحه، خاصه ان احنا عندنا بيانات ممتازه جدا الفتره دي في ارتفاع الاحتياطي المصري باكثر من 37 مليار جنيه، ارتفاع تحولات المصريين من الخارج بحوالي 12.8% في مارس، وارتفاع ايضا صادرات مصر الاجماليه بالاضافه لارتفاع ايرادات قناه السويس في ابريل. طب ده معناه ايه؟ معناه ان انا حققت مستهدفاتي من فكره منع الدولره، وقدرت ان انا اجذب اموال جديده وتحويلات مصريين من الخارج، وبالاضافه لثقه المصريين في الجهاز المصرفي، ده اشاره صحيح مهمه جدا بالنسبه لنا. طيب دكتور احمد، يعني لو توضح لنا ازاي هيكون في زياده لسعر العائد في شهاده الثلاث سنوات عند التجديد او عند الشراء علشان العائد يصبح 14% بدلا من 11%، ال 3% دول هيتضافوا ازاي على العائد؟ بالظبط، طبعا خلينا اوضح النقطه دي بالكامل. طبعا اللي اشترى شهاده 18% فهي 18% ما فيهاش اي مشكله حتى تنتهي الاجل بتاعها اللي هو سنه. تمام. بعد ما بتخلص السنه هيبقى قدامه بقى بدائل مطروحه، يعني ممكن نشوف ال 14% هتكمل ولا لا، ولكن هيبقى قدامه بدائل مطروحه يقدر يجدد عليها. اما بالنسبه لموضوع ال 14%، ال 14% هي للعملاء الجدد، يعني اللي عايز يعمل شهاده دلوقتي هيعملها على 14% لمده 3 سنوات. تمام. طيب ايه موضوع عند التجديد؟ موضوع عند التجديد ده الشخص اللي عنده شهاده كانت على 11% لو خلصت دلوقتي هيتجدد اوتوماتيك على 14%. ده هي دي الفكره اللي هي ليه موضوع عن تجديد، اللي هي اللي عنده شهاده 11% هتتجدد اوتوماتيك، او رايح يعمل شهاده من اول وجديد، او رايح يعمل شهاده من اول وجديد هياخد 14% لمده 3 سنوات بعائد شهري. طيب ده بيؤكد انه البنك المركزي في حاله متابعه مستمره لما يحدث. طبعا طبعا، دي نقطة مهمة جدا وبنأكدها دايما، فكرة ان البنك المركزي بيتحرك وفقا للبيانات المطروحة امامه من حيث كل الارقام، الموضوع لا يؤخذ فقط لغير كتبعية مثلا لبعض الاقتصادات العالمية، لا احنا بنتحرك وفقا للبيانات المطروحة امامنا ووفقا لما يتطلبه الاقتصاد المصري. بنشكر حضرتك الدكتور أحمد معطي الخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا يا فندم على وجودك معانا دلوقتي.